الدكاليه بنت سعيد، واحد الراجل اللي هو كان فنان شحال هادي، بنت سيدي بنور، بنت عائله متواضعه بزاف، ملقبه بحسن الدكاليه، ودابا حاليا بمولات البيانو. البدايه ديالي كانت بدايه من الصغر، يعني كان كنخرجوا للحومه، كان في عيشوره، فهذا كنغني، يعني عندي ديك الهوايه ديالي من الصغر ديالي. عندي خويا كيعزف اورك، كنت كناخد واحد الاورك اللي هو ديال الدراري صغار، فاش كنت كنتعلم. من بعد وقف معايا الاخ ديالي وعد بدات الهوايه ديالي. الاورك يعني كنشوف الدراري كيفاش كيديروا، يعني كنحضر في عراس حفلات بزاف، كنشوفهم كيفاش كيديروا، كنجي كنبقى على داك البيانو الصغير حتى كنشد النوطه ديالي اللي انا باغا، يعني كنغني بفمي وكنعزف بيدي. لا انا الوالد ديالي هو اللي شجعني، بالعكس يعني هو اللي، واخا خوتي اعترضوا ما بغاونيش نتلاح لهاد الشيء وهذا، ولكن هو غلب فيهم، يعني كيقول لهم اللهم هكا، وهي الموهبه ديالها ما عنديش انا كيفاش غادي تنحيدها لها من راسها. صافي درت المجموعه ديالي وبديت خدمتي، يعني انا خدامه دابا معروفه بحسن الدكانيه. حيت انا الوالده ديالي كانت يعني عندها هذه المجموعه ديال العونيات، يعني كانت خدامه هكا وفهمتي، يعني بغيت انا حتى انا بغيت نقرر يعني نديرها انا مع الوالده ديالي، علاش غادي تبقى هي تجيب واحد اخر، مره يجي لها جوج مرات ما يجيش، مره يجاوبها، يعني اضطريت انا نخدم معاها، يعني نكونوا ديك المجموعه. 3000 درهم. اما دابا تغيرت الوقت شويه، ما بقاش داك نفس الثمن باش كنت كنخدم. انا فاش كنكون كنعزف يعني ما عرفش داك الحماس كيطلعني هو بوحدو، يعني كنولي نشطاح، كتعجبني النغمه اللي كندير، كيعجبني الناس كتشطاح، فهمتي يعني حتى انا كيجيني داك الحال، يعني كنوض نشطاح بلا ما نشعر. كنشوف الكومنتير بزاف وكاين تناقضات، كاين اللي كيعير، كاين اللي بزاف د الحوايج، ولكن انا ما كنجاوبش غير كنشوف وصافي، يعني ما كنجاوب ما حتى شي حاجه، انا كنقول غادي اللوح واللي بغى يعير يعير، وراه شحال من واحد تعير ماشي غير انا. كاين اللي كنكتبهم انا بوحدي، يعني كنكون بحال واحد ديسك الاخر كتبته يعني قدام السجن، كتبته قدامه، وكاين بعض الاغاني اللي كنشدها انا وكنبدل ليها، نغير لها السيل ديالها، يعني كنزيد فيها شي كلمات او كنغير لها اللهجه ديالها، يعني فهمتي. نمشي كنشوف الناس كتبكي على ولادها على هادي، فهمتي يعني انا قدرت نكتب واحد الاغنيه يعني على الوالدين، على الامهات كيفاش كيعيشوا ديك اللحظه ديال السجن. يونس بولمالي كيجيني كفنان متواضع بزاف، وكيعجبني ماشي يعني حتى هو عنده نفس العزف ديالي، يعني كيعيش حتى هو مع لورك كيف كان كنعيش معاه انا كيعيش معاه حتى هو، يعني خويا يونس فنان وفنان وفنان وغيبقى فنان. ما كاين حتى شي اختلاف، غير هو كيغني يعني على حساب الطريقه ديالو وانا كنغني على حساب الطريقه ديالي، يعني هو مدخل شي حاجه كيديرها راي كيدير، فهمتي انا عندي ستيل ديالي شعبي، انا شعبيه، هذا هو الاختلاف اللي بيني وبينه. اكرام العبديه انا ديجا كنعرفها قبل، يعني قبل ملي كانت غير يعني كانت هي عند المجموعه ديالها،
الهورك وكمانجا كانت عندها المجموعة ديال، يعني كنت كنتفرج فيها في فيديوهات كتعجبني، يعني فيديوهات كنتفرج فيهم بحال شي حد حاضر يعني في داك الحفل كنتفرج فيه، يعني ماشي مليوحين، اما ملي ولات كتلوح وداكشي يعني كتعجبني، اغانيها زوينين وكنتمنى لها التوفيق يا ربي، ونتمنى حتى انا نكون بحالها ونمشي في داك المسار اللي مشات فيه. مرحبا مرحبا، بكل فرح الى تعطاتنا شي فرصه ما لا علاش لا. انا كيعجبوني جوج الناس هما اللي كنحفظ الاغاني ديالهم، يعني فنانه كبار 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 يعني الداوديه والداودي اغانيهم بزاف، هما اللي كنحفظ بزاف كاع. نوجه لها رسالة نقول لها كنموت عليك وكنموت عليك وكنموت عليك بزاف يا أحسن فنانة في المغرب، يعني كتعجبني بزاف وكتحمقني، وأغانيها ما نقولش لك، أنا مستحيل ما نحفظش شي أغنية ديال زينة الداودية مستحيل، بالعكس أنا كنت كنتمنى نتلاقى مع زينة في أي بلاصة، كنت كنتمنى ولو غير نسلم عليها، ما كايناش ديك الفرصة، المهم إلا بغى الله غادي نتشوف. بنت في شكل ومتواضعة وباغا توصل وغادية توصل إن شاء الله، وغير هي مختلفة عليا، عندي اللهجة هي لهجتها في شكل، أنا لهجتي دكالية حرة فري عادية، يعني أغانيتهم عادي، أنا حفظت بعد الأغنية ديالها اللي تشهرت بها عطيه العصير، عطيه عطيه العصير، عطيه اعطي لي ما عطيه وعلى عيني هو ضروري خص لي يكون معايا باش نشدها لك هي هذيك. الله يعيش وما تحضيش. والوالده انا باغا غير رضات الوالدين من هذا الشيء كامل، الا كانوا راضين عليا راه انا ديما بخير. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.